تمام آه احنا حن المحاضره دي هنكمل اللي ابتديناه في الكذا محاضره اللي فاتت اللي هي ان احنا بندي انتروداكشن Computational number theory بالتحديد على اساس ان هي دي <applause> التولز اللي هي هتستخدم في البابليكي آه كريبتو سيستم فهنا في الأول بس هندي مراجعة سريعة على اللي كلمنا عليه في المحاضرات اللي فاتت وبعد كده هن إيه هناخد الماتيريال الجديدة طبعا إحنا في جزء أبستراكت ألجبرا اتكلمنا على الجروبس وقلنا إن الجروب أو الأبيليان جروب بالتحديد طبعا كلمة أبيليان معناها إنه كوميوتاتيف هو عبارة عن مجموعة من الإيليمنتس وباينري أوبريشن ساتش ذات إنه بيحقق لي بعض الأكسيومز الحاجة الأولانية اللي هي الـ كلوجر ودي معناها ان انا لو خدت اثنين elements في الجروب وعملت عليهم الاوبريشن اللي هي بتاعة الجروب الليمت الناتج هيبقى برده موجود في الجروب. طيب الحاجه التانيه ان انا عندي identity element ايه؟ بحيث ان اي element في الجروب هعمل له ابلاي الاوبريشن لل ده مع الا identity element هيرجع لي نفس ال ده برضو بيؤدي الى وجود ال او يعني هو كاكسيوم المفروض يعني ناتشرالي يؤدي الى وجود الانفرس ال لاي اليمنت موجود في الجروب ودي طبعا بروبرتي آه خطيره جدا آه زي ما كنا بعد كده شفنا في المالتيبليكاتيف جروبس اللي هي زي ان ستار فان انا لو عندي اليمنت في الجروب جي يبقى في الانفرس بتاعه اتش بحيث ايه هو الانفرس ان الاثنين لما كـ uh, operands operation بتاع الجروب group هيديني الـ el identity element طبعا الـ associativity اللي هي لو عندي تو operations على ثلاثه operands الترتيب اللي بيتم بيه operation يعني اعمل الاثنين الأولين الاول وبعدين الناتج مع الاخرانيه او اعمل الاثنين الاخرانيين الاول والناتج مع الاولى مش هتفرق الحاجه الاخيره اللي هي الـ commutativity ودي هي اللي بتخلي اللفظ او التسميه ان هو ابيليان يعني من غير commutativity اي جروب بيحقق لي الفور اكسيومز الاولانيين الكوميوتيفيتي از ان اديشنال اكسيوم يعني ممكن ما تكونش موجوده وما زال يكون جروب لكن لما تكون موجوده في الجروب الجروب بيتقال عليه ايه؟ الابيليان جروب تمام عدد الاليمنتس طبعا احنا بنتكلم طبعا كل شغلنا في الكريبتو على الفاينايت جروبس groups وبالتالي عدد الاليمنتس اللي في الجروب فاينايت فعدد الاليمنتس ده بيتقال عليه الاوردر اوف الجروب

Relation is an equivalence relation وبالتالي كل حاجة موجودة هنا يعني ده بيعمل partitioning integers يعني 0 ده هو بيمثل لي 0 والn وال2n وال1 بيمثل لي ال1 وn و1 minus و1 2n و1 plus 2n وهكذا طيب عندي يبقى تلي uh, is trivial. عندي الايدنتيتي بالنسبة لنا ده فاللي هو الزيرو أي element الانفرس بتاعه n a لأن هي طبعا a plus الان n الاي a هيديني ايه ال n اللي هي congruent لزيرو ال 0 الان n تمام طبعا طبعا ده ارثمتيك اديشن وبالتالي ان هو ال associativity والcommutativity الاثنين دول obvious من inherited من نفس الاوبريشن اللي هي ال بس طبعا من غير modulus على الانتجرز الorder الاوردر بتاع الجروب ده اللي هي عدد elements او actually عدد ال equivalence classes هي ايه؟ تمام. طيب وات اف كونسيدر اللي هو المالتيبيكيشن مودولو ال ان يعني بدل الاديشن كونسيدر المالتيبيكيشن طبعا هنلاحظ ان الاليمنتس دي مع المالتيبيكيشن دي از نوت ا جروب ابسط حاجه ليه طبعا ال1 اللي هو الايدنتيتي موجود اوكي لكن الاليمنت 0 ملوش انفرس جنرالي ممكن يكون في اليمنتس ثانيه ملهاش انفرس زي مثلا ايه لو انا شغال في الجروب اللي هو Z4 اللي هي هتساوي 0 و1 و2 و3 هلاقي 2 ملهاش انفرس مثلا ال2 طبعا لو انا اخترت الانفرس طبعا ده مستحيل 0 هيديني 0 2 multiplication by 1 هيديني 2 2 multiplication by 2 هيديني ايه 4 اللي هي 0 مودولو الان موديو طبعا ان إيه يعني هنا اللي هي 4 بالتحديد يعني 2 multiplied باي 3 از كونجرون ل 2 وهكذا وبالتالي ما فيش elements اضربه في 2 موديو يديني 1 موديو 4 وبالتالي 2 هنا ما لهاش اي انفرس وبالتالي جنرالي السيت اوف اليمنتس دي مع الملتبليكيشن ما تدينيش جروب يبقى انا ايه لازم اخدها بالعكس طب ايه هي ال elements اللي لو خليتها مع الملتبليكيشن تحقق لي الآكسيومز بتاع الجروب طيب طب هي ببساطة هي زي ما إيه إن إحنا بنعمل زي somehow cyclic definition طب إحنا هنقول إيه هناخد من الألمانس دية الشوية اللي فيهم اللي ليهم inverse أو الشوية اللي فيهم اللي هما invertible it so happens طبعا بي إحنا شوفنا البروف بتاعها قبل كده إن الألمانس دي هي الألمانس اللي هي relatively prime للان أو برايم مع الان أو إن الـ greatest common divisor ما بينها وما بين الـ N بتساوي إيه؟ الواحد. فدية this is a, a group وإحنا يمكن أثبتناها بالتفصيل المرة اللي فاتت. زي ما قلنا إن إحنا لو لقينا element جي و H موجودين في الـ Z لقينا إن G و H برضو belongs لـ Z يعني بمعنى لو G is relatively prime للـ N و H is relatively prime لل N يبقى G في ال H برضو relatively prime لل N وشفناها المرة اللي فاتت إن إحنا استخدمنا الـ Extended Euclidean theorem أو الـ Extended Euclidean algorithm عشان نجيب الإيكويشن اللي هي بتديني مثلا هنا لو دي لو هي مثلا اتكلمنا على G يبقى هنا مثلاً ألفا 1 G زائد مثلاً بيتا 1 N يساوي 1 والثانية هتبقى ألفا 2 H زائد بيتا 2 N يساوي 1 ضربنا الاتنين إيكويشنز في بعض واستنتجنا منهم إن G H برضو is congruent to 1 من الاثنين دول مودجولو آه الـ n وبالتالي relatively prime مع الـ n وبالتالي دي ايه الكلوجر متحقق. طبعا كليرلي uh, uh, الـ 1 از الايدنتيتي الـ الانفرس بتاع الـ a موجود لأن هو باي ديفنشن أصلا أنا مكون الجروب اللي هي عبارة عن الـ invertible elements وأقدر أجيبه اللي هو الـ a inverse module الـ n بالـ extended Euclidean algorithm. طبعا لأن يعني دي multiplication اللي هي الـ arithmetic multiplication inherited من الـ multiplication over the integers وبالتالي الـ commutativity والـ associativity متحققين وأوبفيوس. طيب how to determine whether b uh, is invertible modulo n ودي اللي احنا قلناها في السلايد اللي فات بطريقه يعني 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 implicit او ان هي كconsequence consequence او كجزء من الديفينيشن هو بالثيورم ديه ان uh, ال element b invertible modulo n لو b كان co برايم مع ال n او relatively prime لل n او ال greatest common divisor ما بين ال b وال n هي 1 طبعا عشان الاقي الانفرس زي ما قلنا بنستخدم الاكستند يوكليديان الجوريثم فلو انا عندي مثلا آه الاليمنت ادي بي وادي الان اقدر الاقي اكس وواي ساتش ذات اكس بي بلس واي ان بتساوي آه الواحد وبالتالي هنا يبقى انا عندي ايه اكس بي هتساوي اللي هي 1 minus الواي ان وبالتالي اكس بي congruent كونجرونت ال1 مودولو الان وبالتالي هي الإكس x بوث انفرسز both inverses to each other او اللي هي الإكس x هو الـ, الـ, الـ inverse بتاع الـ b modulo الـ n. طيب وفي فانكشن مهمة جدا مشهورة قوي اللي هي الفي phi of الـ n. طبعا دي ساعات بتتسمى اللي هي التوتشيانت أويلر فانكشن أو جاست إن هي الأويلر فانكشن. أويلر فانكشن اللي هي عبارة عن فيه في الـ n اللي هي عبارة عن الـ order بتاع الجروب Zn star اللي هي عدد الـ elements في الـ order بتاع Zn star اللي هي عدد الـ elements الموجودة في الجروب Zn star أو اللي هي number of elements co-prime with n أو number of elements relatively prime لل أو number of elements the greatest common divisor ما بينها وبين الـ n بتساوي الـ واحد. طيب في تو امبورتنت سبيشال كيسز لان هما دول اللي هيستخدموا في بعض الكريب... الكريبتو بروتوكولز اللي هي المشهوره بعد كده او البابليك كي كريبتو بروتوكولز المشهوره بعد كده هي ان الموديلاس نفسه يكون برايم نمبر وبالتالي هيبقى الزي بي ستار هي فيها كل الاليمنتس اللي قبل البي طبعا في ما عدا ايه الزيرو يعني فيها ال1 2 اب تو بي ماينس الواحد وطبعا بالطبيعه لان بي نفسها Is a prime وبالتالي كل دول ريلاتيفلي برايم ليها آه وبالتالي الاوردر بتاعها هي كل الاليمنتس اللي هي عدد اللي كل عدد الاليمنتس اللي قبلها كلها اللي هي بي ماينس الواحد طيب الحاله الثانيه المشهوره اللي هي ودي تستخدم مثلا في حاجات كتيره زي الار اس اي كريبتو سيستم او رابين برضو كريبتو سيستم وهكذا اللي هي ال بتساوي ال بي في الكيو والبي والكيو الاثنين ار ديستينكت برايمز وقلنا واثبتناها حتى المره اللي فاتت ان العدد الاليمنتس هنا اللي هي الفيو في الان هتساوي ايه فيو في البي في فيو في الكيو اللي هي بي 1 الواحد في الكيو ماينص الواحد يبقى الاوردر بتاع الجروب دوت اللي هي الاويلر فانكشن بتاعته هي ال 1 واحد في الكيو الواحد وشفنا برضو ثيرم مهمه جدا اللي هي الفيرمات ليتل ثيرام دي ليها استخدامات مهوله وحتى من ناحيه وخصوصا من ناحيه الكمبيوتيشن بتخلي بقدر استفيد منها ان انا اخلي الكمبيوتيشن فيري افيشنت. فانا عندي هي طبعا هنا اتس ان اتس فيري جنرال فورم ان انا لو اسيوم جي از فاينيت جروب بغض النظر عن الجروب ده ايه؟ هل زي ان هل زي ان ستار هل حاجه ثانيه خالص؟ جروب اوفر ذا ريل نمبرز جروب اوفر ذا كومبلكس نمبرز وات ايفر المهم ان هو يكون فاينيت والاوردر بتاعه ايه؟ ام. طيب for any element g in g it's, it holds that ان g to the m is, is equal to 1 تمام ان g اللي هو الـ element اللي في الجروب ده مرفوع للاس اللي عباره عن الاوردر للجروب بيديني طبعا it is written in multiplicative form بمعنى ان واحد دي in general ال identity doesn't have to be the number 1 integer 1 g to the m معناها ان g دي اللي هي الجروب applied to g ام من المرات خلاص بس هي ريتن هنا جاست multiplicative نوتيشن لكن اتس not necessarily ان هي الاريثماتيك multiplication هنا البروف ده هنشوفه لان هي الثيورم دي برضو يعني it's very crucial فاحنا هناخدها هنا دلوقتي بس لكن ممكن نعملها جاست small lecture ان احنا نحاول نثبت ال الثيورم دي طب في زي ان فانا عندي مثلا لو انا اي اليمنت ايه يبقى ايه اللي هي ايه ريبيتد الاديشن طبعا هنا الاوبريشن هي الاديشن فاي ريبيتد لنفسها ان من المرات يبقى دي از كونجرونت ل ان از كونجرونت ل زيرو اللي هو الايدنتيتي موديولو ال ان تمام ان زي ان ستار وهي يمكن دي اللي هي الكيس الاهم ان ايه تو زي في اوف ال ان Uh, is congruent to one modulo n. وفي حالة طبعا لو ال كان prime يبقى a to the p minus ال is congruent to one modulo ال n. يعني دي برضو الكيس دي مهمة جدا. زي ما كتبها هنا في اللاين اللي بعدي. تمام. corollary والكورولير دي اللي هي اوف الكورولير لي فيرمات ليتل ثيرم ودي ليها ايه كومبيوتيشنال سيجنيفيكانس طبعا غير الماثيماتيكال سيجنيفيكانس فهي هي فيري كومبيوتيشنال سيجنيفيكانس تمام فهي دي اللي هي بتقول لي نفس السيتنج او نفس السيت اب اللي موجود ان جي از فاينيت جروب ام از الاوردر اوف جي في الجروب جي لو انا اخذت اليمنت ليتل جي واي انتجر اكس فان جي تو زي اكس اقدر ان انا اريديوس الاكس اللي فوق لاكس مودولو الاوردر بتاع الجروب اللي هو آه الام طيب هو هنا مدي آه آه الاثبات بتاعها خلينا احنا نشوفه كده لوحده طيب هي جي بتقول لي ايه جي تو زي اكس اس آه هتساوي جي تو زي اكس موديولو <applause> الام <applause> طيب احنا خلينا نشوف ان اكس هكتبها يعني انا لو قسمت مثلا مثلا اكس على الام هتديني سام كوشنت بلس سم ريميندر اوفر الام ده معناه ايه ان اكس هتساوي الام في الكيو زائد الار تمام فاذا دي جنرال اي اليمنت اقدر اكتبه بالشكل ده بدلاله الام ان هو عباره عن كوشنت مضروب في الام زائد الريماندر طيب يبقى اذن جي تو ذا اكس هشيل الاكس واحط اللي هي بتساوي يبقى دي هتساوي ايه جي تو ذا ام كيو بلس الار تمام هتساوي اللي هي جي تو ذا ام كيو في جي تو ذا ار طيب هتساوي جي تو ذا ام الكل تو ذا كيو في جي تو زي ا طيب جي تو زي ام اللي هي دي اللي هي من الفيرمات ليتل ثيرم هتساوي ون فروم فيرمات ليتل ثيرم وبالتالي دي هتساوي 1 to the Q في G to the R هتساوي G to the R ال R اللي احنا أصلا by definition اللي هي الريمندر من اسمة ال X على ال M وبالتالي دي هتساوي ال X mod ال M تمام؟ فدي ايه اه result ريزلت او corollary برضو مهمه قوي خصوصا من ناحيه computation زي ما قلنا ان هو يوزد فور افيشنت على اساس ان انا بريديوس لو هو الاكسبوننت ال ده كان رقم كبير فانا اقدر ريديوس الرقم الكبير ده لرقم آه، صغير ان هو عباره عن ريديوس موديولو الاوردر بتاع الجروب طيب بعد كده هنيجي ليه الحالة المهمة التانية برضو كورالري التانية طيب كورولاري التانية دي بتقول ايه طيب لو انا عندي برضو جروب فاينيت جروب جي جي والاوردر بتاع الجي هتساوي الام تمام وكان عندي اه element اه اي بحيث ان اي ساتش اه that ان الجي سي دي ما بين الـ e وما بين الـ m اللي هي الـ order بتاع الجروب is equal to 1. تمام؟ يعني بمعنى تاني إن e belongs to الـ zm، يعني e اللي هي دي دي co-prime with الـ m. طيب، إيه ناتج الكلام دوت؟ إن أنا هعرف function define a function، تمام، أو هي actually a permutation f sub e، تمام؟ طيب الفانكشن دي منين من فين لفين؟ من الجي للجي ساتش ذات طبعا انا كده كل ده بكتبه برضه المالتيبليكاتيف نوتيشن لكن هي الكلام ده عام ان اف اي اوف الاكس هتساوي اكس او سي تمام فاذا دي بيرميوتيشن لان هي من الجي للجي من من الحاجه لنفس الحاجه طب هي ليه بيرميوتيشن نتيجه لان LE, this is a permutation. Actually, I had a lot about our function. Why is it a permutation? Why is it a permutation since E is co prime with L group order? اللي هو الـ M طيب أو بمعنى تاني N it has an inverse ما هي لو هي permutation أو bijection يبقى لازم يكون ليها inverse طيب إيه هو الـ inverse؟ أن أنا دلوقتي if as long as أو إحنا عارفين أن عارفين ان الجي سي دي ما بين الـ E و الـ M is equal to 1. يبقى إذن E is invertible, تمام؟ <coughs> modulo الـ uh, ال M. إذن G has an inverse modulo الـ M. Let's, uh, sorry, E أنا آسف. واحنا هنسميه دي actually بس هي ايه؟ اي has an inverse modulo m. Let دي be that inverse. يعني ان دي e في دي is congruent to 1 modulo a modulo m. طيب, define a function اللي هي f sub d برضو من ال جي لل جي such that ان f sub d of ال x هتساوي ايه؟ x أُس d. طيب خلينا نأبلاي f d f e of ال x فدي هتديني ايه؟ f d of f e of ال x اللي هي أه x أُس e يبقى دي هتساوي f sub d of x أس e اللي هي هتساوي x أس e الكل أس d هتساوي x to the e d هتساوي x to the e d بالكرر اللي فاتت مودجلو ال m هتساوي x أس 1 هتساوي ال تمام hence f is the inverse function طبعا اللي هي برضو بقت permutation of fe. اذا fe has an inverse. اذا fe is a permutation. تمام؟ فاذا الاكسبونتيشن is a permutation لو الاكسبوننت يعني انا نقدر نقول كده ايه نتيجة كده عامة N exponentiation is a permutation as long as أن the exponent تمام is relatively prime to L group order. تمام ودي ريزلت آه, او فيتشر مهمة جدا تمام وليها زي ما هنشوف قدام ليها applications و consequences كبيرة جداً إذاً الفنكشن دي is easy permutation أساساً اللي هي inverse as long as ما قلنا exponent هو uh, relatively prime للجروب order تمام؟ طبعاً relatively prime أو co-prime أو greatest common divisor بتساوي واحد كل ده ليه إيه؟ نفس المعنى أو ال كل الكلام ده equivalent uh, أو terminologies دي كلها equivalent uh, لبعضها. طيب corollary لا تمام دي الرسالة الاساسيه طيب ليت ان بتساوي ايه؟ طب احنا قلنا ان دي برضو من السبيشال كيسز المهمه ان ان بتساوي ال p في ال q وال p و q are uh, two distinct uh, prime. فهو هنا اللي هيعمله بس هنا ايه؟ هو اللي فاتت او السلايد اللي, اللي فات دي كانت very general theorem لأي جروب of finite أوردر uh, order. هنا هاي particularize اللي إحنا تهمنا اللي هي مثلاً الجروب بالتحديد مثلاً اللي هو ال 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 Zn star اللي هو elements less than n that are co-primes with ال n. طيب، فأنا عندي لو ال 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 تمام؟ فالاي هنا اللي هو الاكسبوننت زي ما قلنا ان هو بيلونجز لي ال Z في اوف ال N ستار يعني ال سي دي زي ما هو كاتبها معين هنا E و أو في اوف ال N بتساوي الواحد يعني E كو برايم و في اوف ال N او E relatively برايم ل أو في اوف ال N وبالتالي الفانكشن هنا هتكون بالتحديد ايه؟ ان هي الاكسبوننشيشن الفعلي اللي هو الاريثماتيك اكسبوننشيشن مودولو ال N وبالتالي الفانكشن دي اللي هي F E اوف ال X هتساوي x to the e يكون n اي a permutation تمام in that case ال ال ان هو اللي هنا مكتوبه هنا اللي كتبته لك ال y ليش على فيها ال y أس واحد to the e inverse اللي هي y to the d given in d هي ال-inverse بتاع ال e هي اليونيك element x such as that in x of e بتساوي ال y module n يعني اقدر اعتبر ان g ان انا اقدر اجيب ايه ال eth root بتاع ال بتاع ال ال elements يبقى اذا هنا finding ال eth root إيه نكتب هنا احسن عشان ما تغطيش على الكتابه يبقى اذا هنا برضو finding يبقى إذا هنا finding الإيث روت root modulo ال n is equivalent to raising to d such that n e -D is congruent ل 1 طبعا انا هنا سايب ايه والكلام ده كله انا ان in a very uh, general form. عشان ايه uh, تكون بس ما نتوحش فيه ال, 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 ال... في ال uh, details. تمام. طيب كل ده اللي احنا ايه نفس الكلام اللي احنا قلناه طيب هو هنا مدي examples consider ان بتساوي 15 و f 3 of ال look هنا f 3 of ال of x طيب ان بتساوي 15 خدها كده بلاك uh, ماشي طيب n بتساوي 15 يعني احنا بنتعامل مع جروب اللي هي زي 15 ستار اللي هي هتساوي 1 و 2 طبعا 3 لا لان هي لان هي جي سي دي بيساوي 3 و 4 5 لا 6 لا 7 8 9 لا 10 لا 11 12 لا uh, 13 اند 14 طيب طبعا هي 15 هتساوي ايه؟ P في Q

عايز يكون سيدر الاف ال F3 of X، F3 of LX. طيب، خلينا نشوف الأول 3 دي، هل 3 دي الرقم 3، يبقى 3 الجي سي دي ما بين 3 وما بين الجروب أوردر اللي هي 8، يعني نخلينا ناخدها الأول طيب الجي سي دي ما بين الإي -E والفيو في ال n اللي هي هتساوي الـ سي دي ما بين الثلاثة اللي هي الإكسبوننت هنا وما بين الإيت اللي هو الفيو في ال n ده هتساوي إيه الواحد وبالتالي this is a permutation, a permutation. تمام من غير ما نحاول ايه نعمل حاجه يعني من قبل ان احنا ايه ما نحاول ان احنا نبص على التيبل او الكلام ده كله طيب دي اللي احنا قلنا هتساوي ايه اكس كيو طيب خلينا نبص لها كده مع ادي, أدي الاليمنتس اللي هي ايه بتاعه الجروب اللي عندنا طيب واحد هتماب لي ايه واحد كيوب ب 1 طيب 2 آه هتماب لي ايه هيبقى اذا واحد خلصناه 2 2 تو ذا باور 3 هيديني 8 uh, تمام طيب 4 to the power 3 طيب 4 to the power 2 اللي هي 16 طيب خدنا دلوقتي 4 to the power 3 نحن نقدر نستفيد من اللي هي الليتل little theorem, يعني 4 to the power 3 هتساوي 4 square في 4 طيب 4 square اللي هي 16 times 4 16 اللي هي actually modulo 15 هتديني 1 times 4 فهيديني ايه؟ 4. طيب 7 طيب 7 كيوب 7 كيوب هتساوي برضو 7 سكوير تايمز 7 7 سكوير اللي هي 49 49 موديلو 15 اللي هي 4 يبقى هديني 4 تايمز 7 اللي هي 28 28 موديلو 15 اللي هديني 13 إذا دي إيه؟ تمام خدوا بالكم هنا نتأكد إيه الـ elements موجودة 1 و 8 و 4 و 13 1 و 8 و 4 و 13 elements فعلا موجودة جوه إيه؟ الجروب يعني احنا ماشيين صح يعني في الكالكول يبقى إيه هي سانيتي تشيك ان الكالكوليشنز ماشية صح. طيب 8 كيوب 8 كيوب هتساوي ايه؟ اللي هي اللي احنا خدناها هي أه خد بالك هي ممكن 8 كيوب يعني ممكن اخدها بالعكس 8 اللي هي ماينس 7 يبقى ماينس 7 كيوب هتساوي ماينس 1 كيوب في 7 كيوب طبعا 7 كيوب اللي احنا لسه حاسبينها اللي هي ب 13 يبقى دي هتساوي ايه؟ minus 1 في 13 هتساوي minus 13 اللي هي 2 تمام يبقى هنا و2 اوريدي موجوده عندنا طيب 11 كيوب 11 هتروح لايه؟ يبقى هنا 11 كيوب اللي هي برضو ناخدها بالعكس يكون احسن يبقى 11 كيوب يبقى هي كونجرونت ل 4 كيوب اللي هي كونجرونت ل 1 كيوب في 4 كيوب طيب 4 كيوب اللي احنا لسه حاسبينها اللي هي 4 فدي ماينس 4 مع 15 تبقى 11 فاذا ال 11 برضو موجود طيب ال 13 هتروح لايه طبعا ال 13 كيوب برضو نفس التركه ان نقول ماينس 2 كيوب هتساوي ماينس 1 في 2 كيوب 2 كيوب اللي هي 8 يبقى ماينس 8 اللي هي 7 تمام طيب فاضل ال 14 طبعا احنا وي اكسبكت ان 14 لازم تديني 14 برضو يبقى احنا عندنا 14 كيوب uh, يبقى دي congruently minus 1 كيوب uh, congruently minus 1 اللي هي congruently 14 فعلا يبقى هنا 14 هتروح ل 14 فاذا كل element بيروح ل unique element وكل element has a unique pre-image تمام فاذا uh, ده تطبيق على كل الكلام اللي فات على بابتداء من الفيرمات ليتل مع على اللي جايه بعديها على ان هي الاكسبوننشيشن اعمل له المودولس على الاكسبونشيشن ويل ليد تو ا بيرميوتيشن وين ذا الاكسبوننت از كونجرونت از كو برايم مع الاوردر بتاع الجروب تمام طيب هنا uh, مثال تاني ان n بتساوي uh, 33 طيب احنا طبعا لو ان بتساوي 33 خلينا ناخدها برضو هنا ان ان هتساوي 33 طيب يبقى دي هتساوي 3 تايمز 11 يبقى دي اللي هي ال p ودي اللي هي ال q يبقى بالتالي الفي في ال n اللي هي زي ما قلنا بتساوي z n star اللي هي الاوردر بتاع الجروب دوت هتساوي p-1 في الq-1 هتساوي ايه؟ p-1 اللي هي 3-1 في 11-1 هتساوي 2 تايمز 10 هيديني ايه؟ 20. طيب احنا ممكن نحاول بقى نجيب برده الألمنتس كده بسرعه، ستار يبقى دي هتساوي ايه؟ 1 اللي هي الألمنتس اللي هي كو برايم مع 33 لو جي سي دي ما بينها وبين 33 بيساوي 1 يبقى 2 3 لا، آه... طبعا 4 5 uh, 6 لا 7 8 9 لا 10 اوكي okay, 11 uh, 12 لا 13 14 15 لا 16 uh, 17 18 لا 19 20 21 لا 22 23 24 لا 25

تمام يبقى اذا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 تمام لان ال 11 وبالتالي والطبيعي وبالتالي 22 هيكونوا في الجي سي دي ما بينه وبين 33 بتساوي 11 مش 1 طيب فاذا هنا احنا عندنا ايه الفي وفي الان بتساوي 20 تمام يبقى هنا اذا الفي اوف 33 هتساوي كام 20 طيب تك اي بتساوي 3 والدي تك بتساوي 7 تمام يعني هو هنا واخد ان الاي بتساوي 3 والدي بتساوي ايه 7 طيب اه الاي بتساوي 3 طبعا الاي الجي سي دي ما بين الاي ما بين الفي وفي الان هتساوي الجي سي دي ما بين الاي اللي هي 3 والفي وفي الان اللي هي 20 هتساوي اي e الواحد وبالتالي دي ليها انفرس الانفرس بتاعها هي دي اللي هي 7 نقدر نتاكد ان 3 في 7 ار كونجرنت ل 21 كونجرنت ل 1 مودولو ال 20 one one, تمام طيب سو ذا ثيرد root اوف 2 از طيب الجذر التكعيبي ليه 2 تمام الجذر يبقى انا عايز اجيب ايه الجذر التكعيق اكن هي طبعا هي نوتيشن مش مظبوط قوي لكن همشي بس بيه كده هلا انا اسف الجذر الجذر التكعيبي ليه 2 يعني 2 اس 1 على 3 فاذا دي اكويفالنت ل2 طبعا دي موديولو 33 يعني 2 أس أص 3 أس 3 إنفرس هتساوي 2 كونجرونت ل 2 أس 7 2 أس 7 الكلام ده موديولو 33 طبعا هي دي أقدر أعملها أحسن 2 أس 5 في 4 اللي هي 2 أس 2 طبعا 2 أس 5 ب 32 اللي هي ماينس 1 في 4 هتساوي ماينس أو كونجرونت لماينس 4 تشيز إيز ل 20 uh, 29 نقدر نتأكد من أن فعلا كونجرونت ل 20 Uh, 29 تمام هنبتدي بقى نخش نخلص... نخش ايه في الجد قوي اللي هي الهارد بروبلمز اللي احنا شفناه لغايه دلوقتي النمبر theoretic بروبلمز اللي احنا شفناهم ار ايزي يعني ايه ايزي يعني ار efficiently كومبيوتابل أو يعني إيه؟ يعني they are feasibly computable يعني إيه؟ يعني they can be computed in polynomial time in polynomial time in terms of length بتاع الـ input طبعاً الـ length بتاع الـ input لو إحنا ما شغالين على جروب Zn فهنا كابيتال N الـ length بتاعها بتاع الـ input بالنسبة لي هي log n وبالتالي كل الـ, الـ operations العملية دي تاخد log ln time آه، تمام؟ طيب, طيب. في problems تانية هي دي القايمة عليها حاجات كتيرة في الكريبتو سيستمز ار هارد. طبعاً هي هنا conjectured ليه؟ لأن هي not yet proven to be hard but it is believed to be hard. هي ليها proof آه يعني ليها proof سواء hard أو not hard يعني بس هو البروف لسه مش قادرين إيه آه نلاقيه. طيب وأشهر problem أو يمكن دايماً اللي هي بتيجي كأول مثال اللي هي زي هالو وورلد بالنسبة للبروبلمز problems دي هي ال factoring. طيب our factorization. طيب إحنا لو عندنا two numbers زي x y، إن إحنا نضربهم في بعض، this is an easy problem. لكن العكس in general is a hard problem. يعني given the n، find x y such that the x of y بتساوي the n. this is a hard problem. فمثلا هنا لو انا قلت لك ايه مالتيبلاير رقمين دول ساعه شكلهم كبير لكن نقدر نحسبهم مثلا ممكن بخمس دقائق لكن لو انا قلت لك اعمل لي بتاع الكلام دوت الرقم ده كله ده يعني بقول خمس دقائق مثلا ك ك كبنسل بيبر uh, يعني لكن هنا فايند الفاكتور بتاع الكلام ده دي يعني ممكن بالساعات تمام فيعني ده جاست ان انتويشن طيب آه.

لإن هي probability، طبعًا إحنا هنا شغالين إيه؟ الفيزيبيليتي feasibility أو الافيشنت efficient computation هو بندخل فيه عنصر يعني بنقول polynomial مع ال probabilistic زي ما إيه شفنا من أول الكورس ده. طيب، لكن آه فبالتالي كراندم نمبر إن أنا أعمله factorization this is an easy problem، لكن الهارد hard problem يكون النمبر يكون number is is يعني is tailored أو is carefully chosen. ان هو زي اللي احنا شفناه من من كذا مره أو من, او من شويه والمره اللي فاتت اللي هي الارقام اللي على الشكل دي ان بتساوي p في q بي كيو ار distinct برايمز distinct لارج ايكوال لينث برايمز برايمز مختلفين طولهم كبير 128 بيت او 256 بيت او 512 بيت سو اون والاثنين ليهم نفس ال ال اللينث طيب البروبلم لو احنا بصينا بقى على الحاجات الخاصه بالبرايماليتي وطبعا دي ليها برانش كبير قوي في الدراسه اللي احنا مهتمين بيه حاجتين هاو تو Prime برايم ان انا عشان اجيب ال الـ دي اصلا كتحقق لي الكلام دوت وان انا اديتكت أو تيست الprimality a given جيفن نمبر it is برايم أور نوت طيب أبسط ألجوريثم عندنا اللي هو إيه؟ إن أنا عايز أجين أنا طبعًا الهدف إن أنا أجينيريت برايم أوف لينس إن إن بيتس خلاص؟ فأنا هجينيريت الـ بيتس دي أت راندم 1 و زيروس أت راندم ودي بي خلاص؟ هتست هل بي دي برايم ولا لأ؟ لو كان برايم خلاص تمام لو ما كانتش برايم ايه ريبيت وعيد الكلام ده كله هل الكلام ده افشينت ولا لا؟ طيب الكلام ده عشان يكون افشينت يبقى اذا إيه ان انا بختار رقم راندوم فالرقم الراندوم ده عايزه يكون برايم عشان الكلام ده يتحقق معناها ان البرايمز كتيره يعني ايه ذي ار sufficiently دنس او عدد البرايمز sufficiently لارج تمام؟ وبالتالي ال probability نتيجة لكده إن أنا لو اخترت رقم at بالشكل دوت، ال probability إن هو يكون برايم عالي أو not negligible. تمام؟ دي الحاجة التيست أو ال requirement الأولانية، الريكويرمنت الثانية اللي هي خاصة دي بال دي بال إن أنا عايز efficient way to test البرايماليتي طيب احنا هن... هنا الديستريبيوشن بتاع البرايمز طبعا ده موضوع برضو كبير في الراند نمبر احنا بس هناخد الريزلتس بتاعته اللي تهمنا ان probability ان عندي رقم مكون من ان بيتس والرقم ده يكون برايم از جريتر ذان 1 اوفر 3 ان يعني از جريتر ذان انفرس لينير او جريتر ذان انفرس polynomial ذيس از فيري non-negligible هو بالتالي ده بيدل ان آه يعني هو مثلا الاكسبكتيشن بتاعتها جنريت برايمز الاكسبكتيشن ان انا الاقي برايم

عدد الترايلز R 3n، which is linear and is very efficient. تمام؟ طيب تesting the primality ده برضو موضوع كان يعني مواضيع ال ال الكتلة البحثة إن من السبعينات كان فيه algorithm its probabilistic polynomial time. الـ الخوارزميات دي زي are quite efficient. يعني هي ممكن تغلط بس with negligible probability وكان well, من السبعينيات لغاية وقت قريب كان ال 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 ال, ال algorithms ال efficient لي التستنج بتاع ال primality كانت randomized أو probabilistic algorithm ما كانش في deterministic algorithm efficient يعني كانت ال problem open هل في primality test algorithm that is uh, polynomial يعني هل ال primality testing is a polynomial time problem or not؟ طبعا هي it's PPT يعني it's probabilistic polynomial time خلاص دي منتهيه منها. هل هي polynomial ولا لغايه ما كان سنه 2002 في deterministic algorithm which is efficient or takes polynomial time was discovered actually by undergraduate students in some in university in India. اعتقد ان هي ال ITT حاجه زي كده. ماشي لكن in practice طبعا هي دي ليها very significant uh, significant theoretical result تمام لكن in practice ال randomized algorithm ما زالت مستخدمة لأن هي بسيطة ال deterministic the complex ال overhead بتاعه عالي لكن ال randomized algorithms are light و ال uh, probability إن هي يعني إن هي تغلط قليلة uh, أوي تمام برضو في ليكتشرز منفصله احنا هنجيب بعض نشوف اللي هي الالجوريثمات دي فعليا خصوصا اللي هي الراندمايزد مش اللي هو deterministic polynomial اللي هو polynomial بولينوميال يعني هنبص عليه بالتفصيل طيب generating prime يبقى summarizing في uh, efficient algorithm that can be used to generate prime numbers uh, we efficient algorithm that can be used to uh, detect to test the primality سواء دي أو دي they succeed لان هما خد بالك هما probabilistic ف they can fail but they can fail with a negligible probability طيب بيزد على كل الكلام اللي فات ده هنبتدي في ال RSA هنعرف آه ال RSA problem طبعا هي اس RSA اختصار لايه الثلاثه الساينتست اللي هي R اللي هي انا رايفست طبعا هم مشهورين باللاست نيم اس اللي هي شامير وإيه اللي هي ادلمان طبعًا دول من الثلاثة بايونيرز في المودرن كريبتوغرافي. تمام؟ فهي الـ RSA بروبلم هي Based طبعًا هي بيزد على الـ, الـ الـ hardness بتاع الفاكتوريزيشن. طبعًا هو مش هيستخدم الفاكتوريزيشن بشكل مباشر لكن هو هيستخدم الفاكتوريزيشن مع Exponentiation اللي إحنا شفناها قبل ما ندخل في في الـ الـ الفاكتوريزيشن. طيب. احنا السيت اب هو هنا بس محدد لي السيت اب اللي عندي ان انا هفترض دلوقتي ان انا عندي 2 ديستينكت اود برايمز P و Q لارج انف والـ N هتساوي البي P في الـ Q، الجروب الجروب اللي احنا هنمشي عليه اللي هو Zn star اللي هو السيت set of elements that are co-prime with N او relatively prime للـ N او الـ invertible elements module n. الorder بتاع جروب ده ودي نقطة مهمة اول ان الorder ده هيستخدم فيها في الRSA problem اللي هي فيو في الان هتساوي P-1 في Q-1 طيب لو الـ P والQ known طبعا L فيو في الان is easy to compute اضرب P-1 في Q-1 لو L P والQ aren't known تمام فاذا حساب L فيو في الان is hard تمام يعني او بش بشكل تاني الاثنين ايكويفالنت لبعض لو واحده اي لو واحده ايزي يبقى الثانيه ايزي لو واحده هارد يبقى الثانيه هارد لان هو حساب الفي في الان هيستدعي ان انا اعرف بي ماينس 1 في كيو ماينس 1 يعني اعرف البي والكيو يعني اجيب الفاكتورايزيشن بتاع الان خد بالك كل الكلام ده conjecture it's not proven طيب تمام آه طيب احنا زي ما قلنا الاوردر بتاع جروب اللي هو فيه في وفي الان لو انا عندي ال e اللي هو الاكسبوننت هنرجع للاكسبونشيشن تاني بحيث ان ال e هي كو برايم مع الجروب اوردر اللي هي فيه فيه في وفي الان وبالتالي raising to the eth power is a permutation وبالتالي ال e لها لها انفرس انفرس ده اللي هو الدي d بحيث ان ال دي e is congruent to 1 موجود ال يبقى raising to the dth power is the inverse of raising to the eth power وهي دي اللي هو هيستخدمها ان d والفاكتورز factors are unknown تمام، فهي إذا دلوقتي إن أنا عندي ال 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 لو أنا عندي f e of الاكس x هتساوي x to the e مودولو ال n تمام، فإذا لو أنا given y given y find x which is equivalent to raising واي uh, y to the اوفر over e اللي هي a إيه 1 اللي هي D is a hard problem if what are known only اللي هي الإن اللي معروف بس الإن و e يعني لو عارف ال N e فقط تمام وديتك ال

تمام وبالتالي هنا هو الاف انا given فقط طبعا هي برضو لازم ازود هنا وات از جيفن يبقى إذن هنا جيفن جاست الان والاي والواي بي وكيو ار هيدن بس هم دول انا مش هكتبها هنا بي وكيو ار هيدن والتالت دي برضو بعتبرها ان هي هيدن تمام يبقى اذا إف بي and كيو aren't known يبقى دي الحاجه الصعبه يبقى اذا ده هيؤدي لايه ان انا احسب الفي وفي الان ما هي خد بالك دلوقتي عشان احسب الانفرس بتاع الاي e محتاج ان انا ما هي ان الاي e اللي انا بحسب عشان اجيب الانفرس بتاع الاي يبقى الاي موديلو في وفي الان يبقى لازم اكون عارف في أنا عارف ان إيه e ليها انفرس بس هي انفرس موديلو في وفي الان وفي وفي الان مش موجوده عشان اجيب في وفي الان يبقى محتاج البي والكيو وبالتالي لو البي والكي از مجهولين يبقى أنا لازم بيو كيو مجهولين يبقى هنا عشان أعرفهم يبقى أنا عندي ال يبقى لازم أعمل فاكتوريزيشن بس الفاكتوريزيشن صعبة تمام وبالتالي فاكتوريزيشن صعبة يبقى حساب او إف ال صعبة وبالتالي بالتالي حساب d صعب اللي هو الانفرس مودولو ال e وبالتالي حساب ال e ثروتس مودولو الان n is a hard problem يبقى تاني أنا عندي اللي جيفن هو n و e و y. wants find الاي واي اس واحد على الاي ثروت اوف وبالتالي لو أنا conjecture factorization is hard اللي أنا أجيب ال P وال Q بتوع ال N is hard يبقى حساب ال Euler function فيه في ال N is hard وبالتالي finding the inverse module فيه في ال N لل E اللي هي D is hard وبالتالي حساب لأن أنا طبعا عشان عشان أحسب e اللي أنا محتاج اللي هي D نفسها اللي هي congruent ل Y to Z وبالتالي حساب ال E through module N is a uh, hard problem تمام هو هنا بيختصر كل اللي انا قلته دوت انا عندي ال n وال e و some elements which is uniform element طبعا بصفه عامه انا ال element اللي انا عندي انا عايز اجيب له ال inverse عايز اجيب له ال, ال e root is a random element تمام في الحاله دي it is a random element ال n is not a random element I generated من random primes لكن like هي random primes is carefully chosen صحيح هما random uh, بس uh, length n و distinct compute E through module modulo n this is a hard uh, problem تمام وان شاء الله نكملها uh, المره الجايه باذن الله اللي هي ايه ان احنا ابتدينا دلوقتي تقريبا almost خلصنا الباك جراوند بتاع computational نمبر ثيري ودخلنا فيه فعلا اللي هو الكريبتو سيستمز اللي بجد اللي بقدر استفيد منها من كل الباك جراوند ده وشكرا تمام